بالنسبة للمعروف يعني هو أكلة رمضانية مشهورة يعني وقديمة، فالعالم إنه برمضان بعد الإفطار بياكلوه مع السحور ومع الشاي والجبنة، وهي أكلة مشهورة يعني قديمة قديمة، يعني أنا بعرفها إنه أكلة مشهورة وكويسة. طريقة الصنع تتألف من الطحين والسمنة والزبدة والسكر وفانيلا، بالاضافه للمحسن والخمير طبعا، وصنعه مثل ما شفتي يعني، في منا بحطوا لها بقلبها جوز الهند، في منا بحطوا بقلبها جبنه شوكولاته، في منا بضل ساده، في كعك صغار وفي قرص كبار، هذا صنعه. الإقبال كويس، بس الغلاء شوي يعني بالعالم، إنه بس بالنسبة للبلاء اللي في البلد يعني اللي عم نسمع عنه، نحن الحمد لله هون يعني أمورنا كويسة ما في شيء، والإقبال إن شاء الله كويس.